ناحية التقنية التكتيكية صحيح أن احنا درسنا الخصم، عرفنا أن الفريق مولودجية غيلعب 3-5-2 وغيستغل الممرات ديال كيتي على اليسار اللي هو ماشي مدافع، وعلى الغنجاوي اللي هو مش دافع باش يدير واحد الزيادة عددية وسط الميدان، وأصلا يكون هاجم يعني مهاجمين قارين هو النغمي وخفي، وزيادة على يعني هذوك الظاهرين. فطريقة اللعب غيرنا على أسلوبنا على حساب الفريق الخصم، عرفنا أن هناك غيكون ثلاثة مدافعين، فسدينا الممرات على الأطراف بطغوة كطغوة وهاجمناهم من الوسط، من وسط الميدان، عطينا لاعبين عندهم مهارات فرديه اللي يقدروا يجاوزوا المدافعين اللي منهم الرحولي، منهم جوزيف، منهم طونغارا، ضيعنا عدد فرص، ولكن مش جينا الاصابه، عرفنا الخصم انه غادي يخرج يلعب الكره باش يجيب التعادل. درنا تغيير اخر تكتيكي، قلبنا 4-1-4-1 باش نسدوا وسط الميدان رجل رجل باش المهاجمين ما ياخذوش يعني الكرات من عند وسط الميدان اللي هما كلهم عندهم نظره ثاقبه في تمرير الكرات. ف ولعبنا بالطبع المرتدات اللي مستغلين السرعه ديال اللاعبين، الحمد لله جبنا الاصابه الثانيه، بعد الاصابه الثانيه تيقنا اننا سنفوز باللقاء، فرجعنا للوراء بانيماسيون ديفونسيف بيان استوديي افيك اون فيرميتور سي لي كولوار. والحمد لله هنيئا للفريق الجملاكي هارق ان نو ريسبونسابل كو نزون في كونفيونس اي بيان سور البوبليك اللي تنقل بكثره لهذا المقابل، فمن العار ان نرجع بهزيمه امام الجمهور. ضيعنا بزاف كور وخلينا الخصم يلعب، وهذه معادله تذبح بها روحك راه تشوفوا الهدف كيفاش جا جوار لقى روحو وحده قدم ضرب وسموه. الشوط الثاني عدلنا اللي كان لازم نعدلوه، درنا مجهودات وخلينا تعرفوا واحد يخرج باش تخلي لي زيسباس اوتوماتيكمون، هما قعدوا يعني قعدوا كونسونطري لور بور خلاو جوار بور لي كونتر نو زون كونتري دو فوا، ولا كانوا يقدروا يماركونا بلوس يعني بصراحه. الور سيتي هكذا سيتي ان شوا، وي لازم دير دخل 5 اتاكون وتخلي لي زيسباس كوم سا. ولكن انا نعيب الشوط الاول ولا ديما داروش الماتش اللي لازم نديروه، هذيك لا غرينتا ديالنا، هذاك الماركاج ديالنا، هذيك لا ترانزيسيون القويه هما فين نديروها ما درناهاش. قلت لك كنا كوم دي فانتوم بالعباره هذه. هذا هو اللي عندي نقول على الماتش. صيدونا الجيش كانوا اليوم كانوا احسن منا بصراحه، كانوا احسن منا ولو الدوزيام ميطون كانت لينا، لانهم هما بداو يجيريو في سكور و سيتي نورمال فوالا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.